السلام عليكم، كيف نتوما؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديال الفوداري. اليوم ان شاء الله نحضر معكم قنينطه وكاوكاو، كيجي ولداد ومقرمشين ورطبين من الداخل. المهم انا نوريكم كيفاش كنصاوبو ان شاء الله. غنبداو. عندي هنايا 320 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرت وطحنته، واحد راس معلقه صغيره ديال القرفه، جوج معالق صغار ديال الزبده، 5 معالق ديال الماء زهر، و50 غرام ديال السكر. السكر طحنته مع كاوكاو، هذيك الساعه اللي كنت غنطحنو درته معاه وطحنته معاه باش كيجي ساهل. عبرت لكم 5 المعالق. انا في طبيعه كنخلط بيدي بلا ما نعبر ما والو، كنت غنبدا نكب الماء زهر في يدي ونبقى نخلط. عاد فكرت قلت راه كنصور، قلت بلاتي ندير لهم بالمعلقه باش كنعرف الحساب، كنعرف شحال المعلقه معلقه المزهر اللي استعملت. المهم كتشوفوا، الا كتشوفوا كاوكاو ديالكم لا راه تماسك هيدا مع بعضياته، المهم راه كيكون رطيط بشويه ولكن ما كيلصقش في يدك، هذا خصو يكون باش كتكون نتيجه زوينه في قنينطه ديالنا، باش كيكون الداخل ديالك يكون رطيطب وبره كتكون مقرمشه. ياو داكشي اللي كاين. الطريقه سهله بزاف. وهنايا استعملت الورقه اللي صوبت وشاركتها معكم قبل. راه هاد الورقه كتجي زوينه بزاف، دير بها المملح، دير بها الحلو، كلشي اي حاجه بغيتي ديرو بهاد الورقه هذه تقدر ديرها. انا الجو واعرين بزاف، هاد قنينطه تكون صوبتهم على حساب المدرسه وعجب لهم بزاف، عجبالهم هاد القنينطات هادو. قلت عرفتو حيت انا كنت غنصوبهم، قلت عرفتو شنو، خليني نصورها باش نشاركها معكم، حيت انا كنلقى بزاف الوصفات كنصوبهم ولكن ما كنصورهمش، ومع كيكون ما كيكونش عندي الوقت، مع الوقت والو ما كيكونش عندي الوقت باش نصور، وحتى الوقت باش نمونطي واخا نصورها كنتعاطل باش نمونطي الحاجه. قلت عرفتي شنو، خليني نعملو نشاركهم قبل رمضان ان شاء الله. اللي بغى يصاوبهم يصاوبهم كما كتشوفوا كيفاش كنديرهم. انا درت نقول واحد 10 غرام ديال العماره، ماشي بزاف، وصافي كنلوي وما كنلويهمش، كنلوي المره الاوليه كنبزعهم شويه باش ما كي ماشي فحال السيكار. المهم راه كتشوفوا راه كنضغط عليهم شويه وخليهم كيجيو ماشي كبار ماشي صغار، زوينين زعما حليلوين حليلوين في اليدين ومزيانين. هذاك حيت مع المعسلات معسل ما يكونوش كبار، انا بالنسبه ليا انا ما يكونش كبار حسن. وصافي كنخليهم يتشمعوا شويه واحد 20 دقائق هيدا، ديك الساعه كنقليهم. نتوما اختيار كيبقى ديالكم، بغيتي ديروهم في، الا بغيتي طيبهم في الفرن من احسن قبل ما تلواوهم دهنوا الورقه بالزيت ولا بالزبده عاد كتلووا هذا البرواتي ديالكم. انا كنت غنطيبهم في الزيت داكشي علاش ما درت لهم لا الزيت لا الزبده. تقدروا ديروا حتى الفيلو، الورقه ديال الفيلو، ولكن الورقه ديال الفيلو حتى هي خصك تدهنوها ودخلوها الفران، هي ما كطيبش في الزيت. صافي داكشي اللي كاين. والساعه اللي كنقليو القنينطات ديالنا كنبقاو نخلطوا فيهم، كنبقاو نخلطوا في ديك الخليط، نخلطوا في ديك القنينطات. علاش؟ باش كيبقاو باش حيت الا خليناهم هذاك كيبقى اللون ديالو ما كيجيش زوين، شي كيتحمر شي ما كيتحمرش. ودابا اللي كنبقاو ندورو في ديك القنينطات هذا كما كتشوفوا كيفاش كندير انا، كنبقى نخلط شويه، كيكون كيجي اللون كاملين فحال كيتحمروا كامل بلون واحد وكيجيو زوينين في المنظر. هو داكشي اللي كاين، وطريقه سهله بزاف كما كتشوفوا، راه ما فيهش شي تمارة زعما. المهم جربوهم وردوا عليا الخبر، وما تنساوش ديروا لايك حيت اغلبيه الناس كيتفرجوا كيتفرجوا بزاف الناس كيتفرجوا فيديوهات ولكن ما كيتكيوش على اللايك. اللايك ما عندكم ما تخسروا، غير كتكيو على اللايك وصافي ماشي شي حاجه، وكتعاونوا الفيديو كيطلع يطلع الفيديو، كاينين الناس باش الناس اخرين يشوفوا يتفرجوا في الفيديو، وداك الشيء علاش. وكنتمنى ديروا لايك وديروا جيم لايك ولا جيم فحال وتكيو عليه. ومهم هذاك الشيء اللي كاين. الساعه اللي كيتحمروا وما تخليهمش يتحمروا بزاف كياخذوا اللون هذا يكون غامق، لا خليهم يكونوا شويه مفتوحين، حيت الساعه اللي كنديروهم حنايا في العسل غادي يزيدوا يغمقوا في اللون ديالهم، غادي يزيدوا زعما ما يبقاوش هذا اللون هذا، كيزيدوا تحمروا. والعسل كيكون بارد وقنينطات كيكونوا سخونين.
حيتي اللي درتي العسل سخون وقنينتها سخونين راه ما غاديش يبقاو لك مقرمشين، كيرجعوا رطيبين هذاك ديك هذا ديك الورقه ديالها كترجع رطبه، ما خصنيش تكون رطبه، خصني تبقى مقرمشه وصافي. وكنخليهم فيها وحتى كنكملهم كاملين، راه واخا زعما كان ماشي بحال الشباكيه كنزول واحد كندير اخرين يطيبوا ونزول اخرين من العسل، انا كنخليهم كاملين في العسل، كنبقاو نضيف 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 اخرين فوق من اخرين فوق من هذوك الاوليين، وكنخليهم واحد ساعه نيت واحد ساعه في العسل، خليهم حتى يتشربوا مزيان، كنزولهم كنزوقوهم نيت بكاوكاو مهرمش، كيجيو لذاد بزاف. كنتمنى تجربوهم وتخليو تعاليق كيفاش جاو لكم ان شاء الله. بقى لي نقول لكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله، نتلاقى معكم بالوصفه الجديده ان شاء الله. الله يعاونكم وبسلامه.